السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتنا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. في البداية أيها الأحبة الكرام، دعوني أرحب بالأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة. أهلا بك أستاذ عمرو. ودعوني أذكر حضراتكم أن غياب الأخ الكريم الأستاذ أحمد نصر المقدم البرنامج اليوم بسبب يسرنا جميعا، فاليوم عنده عقد نكاح ابنته في مسجد النور بالعباسية إن شاء الله، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في العروسين وأن يبارك لهما وأن يجمع بينهما في خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، حتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم وأسئلتكم لنجيب عليها الآن إن شاء الله على الهواء مباشرة، معي أسئلة حضراتكم التي ترد على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، أجيب على بعضها حتى نستقبل اتصالات حضراتكم. بارك الله فيكم. الأخ السائل بارك الله فيه، أو الأخت السائلة، يقول: لو دخلت في مكان فيه أغاني، فهل يجب علي الخروج إلى إذا لم أستطع أن أغير المنكر، مثل الجيم أو السوق أو الملاهي أو ما شابه ذلك؟ أقول بالله التوفيق بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد: المسلم إذا دخل أو جلس في مكان فيه منكر من المنكرات كالأغاني الفاحشة التي تصاحبها الموسيقى ويصاحبها الاختلاط وغير ذلك من المحرمات، أو كأي منكر آخر من المنكرات العامة المعروفة، فإن المسلم عليه في هذه الحالة أن يقوم بدوره كداعية إلى الله عز وجل إن تيسر له ذلك واستطاعه، فينصح هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يدعوا ما هم فيه، فإنه لا يحل لهم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا استطاع المسلم أن يغير هذا المنكر بلسانه، بمعنى أن يعظ الناس وأن يذكرهم بالله عز وجل، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، فإن انتصحوا وتذكروا وانتفعوا بهذه التذكرة وتلك النصيحة فبها ونعمت، أما إذا لم ينتفعوا ولم ينتصحوا ففي هذه الحالة لا يسع المسلم أن يجلس بين أظهرهم، إنما عليه في هذه الحالة إن لم تزل المنكر فزل أنت عنه. ففي هذه الحالة عليه أن ينصرف وأن يتقي الله عز وجل في دينه وفي نفسه، وهو لما دعاهم وذكرهم ونصحهم قد أدى ما عليه، لأن الله عز وجل يقول: وذكر إنما أنت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيضا أيها الأحبة الكرام، هذا أخ سائل بارك الله فيه على صفحة البرنامج. طيب، خلونا نستقبل أول اتصالاتنا في هذا اليوم.
أم عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم أم عبد السلام الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى لله يا شيخ. بارك الله فيك، أحسنتي، جزاك الله خيرا. عندي سؤال يا شيخ. أختي لي طلقها زوجها 3 طلقات، يعني أول واحدة قال لها تبقي طالق لو رحت المكان ده، نعم وهي راحت المكان ده، نعم وتاني واحدة طلقها وقال لها انت طالق وهي حائض، نعم وتالت واحدة قال لها تحرمي عليا نعم زي في الدنيا وآخرة، نعم وهو دلوقتي عايز يرجع بس مش عايز يقعد مع اخواتها، هو والدها متوفي، نعم عايز يجيب واحد صاحبه ويقعد معاها، وهو بقاله 5 شهور ومسافر يعني، وما بيكلمهاش ولا بيبعت فلوس ولا اي حاجة، وعندهم بنت. طيب حاضر، تابع شكرا. الجواب ان شاء الله. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم يا أزهار، وعليكم أختنا أزهار، السلام يا السلام أخي. عليكم. الأردن. أختنا أزهار، السلام وعليكم عليكم. السلام يا أخي. أنا أسمعك جيدا. أسمعك جيدا. وأنا أسمعك جيدا، تفضلي. يا أخي أنا أريد أن أسأل الشيخ سؤال. نعم. يا سيدي الشيخ، أنا يا سيدي الشيخ أسكن مع جارة، يا سيدي الشيخ جارة سوق. وانا اخاف على اولادي، وهي تنغتني انني اقوم بانني افعل السحور السحر. نعم. وانا والله يا شيخ لا ادري هذا الامر، وانا انسانه اربي اولادي بما فيه الحلال. نعم. فماذا تنصحني؟ وانا ما لقيتش مكان اذهب اليه، وانا هي جارتي مداومتني، ولا استطيع اي مكان ارحب به، وانا عندي 5 اطفال يا سيدي الشيخ، كيف ندير؟ طيب بارك الله فيك، حضرتك تابعين إن شاء الله ستسمعي إجابة عبر التلفزيون إن شاء الله. خلونا ناخد سؤال الأخت السائلة الأولى، أختنا أم عبد الله، تقول أن صديقة لها الزوج طلقها 3 طلقات. الطلقة الأولى كانت طلقة معلقة على فعل شيء والزوجة فعلته، يعني أوقعت الطلق. والطلقة الثانية كانت طلقة بغير تعليق، لكن كانت الزوجة في هذا الوقت حائضا. وأما الثالثة فكان اللفظ الذي قاله الزوج تحرمي علي دنيا وآخرة، أو تحرمي علي إلى الأبد. أقول بالله التوفيق، الطلاق المعلق على شرط عند الأئمة الأربعة إذا وقع الشرط وقع المشروط. يعني لو قال الزوج لزوجته لو رحت بيت أهلك مثلا تكوني طالق. طيب خلونا ناخد أختنا سعاد وبعدين نرجع نجاوب على سؤال أم عبد الله. أختنا سعاد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، بس بسرعة بسرعة بس حماتي كان عندها 5 أراضي نبالي، ايوه، فكتبت للصبيان كل واحد ايراد وربع، وهي عندها 4 صبيان و5 بنات. كل واحد من الصبيان ايراد وربع. ايراد وربع. كويس ماشي، وفي 5 بنات، يعني كده حرمت البنات. طيب هو سؤال أختنا سعاد ما اكتملش. فإذا الطلقة الأولى لو رحت المكان الفلاني تكون طالق، والزوجة يعني أوقعت اليمين وراحت، عند جمهور الأئمة الأربعة يقع الطلاق ما دام بلفظ صريح علق على شرط ووقع الشرط، إذا يقع المشروط. إذا الطلقة الأولى في هذه الحالة وقعت. الطلقة الثانية قالها وزوجته حائض، ويبدو أن الطلقة الثانية كانت طلقة منجزة، يعني غير معلقة على شرط، وبالتالي فالطلاق للمرأة الحائض يقع ولا لا؟ يقع عند جمهور الأئمة الأربعة مع الإثم للمطلق، لأنه خالف السنة في التطليق، فالصواب ألا يطلق المرأة إلا في طهر لم يمسها فيه، لكن مع ذلك يقع الطلاق لو أنه طلقها أثناء الحيض.
وكلكم يعلم قصة عبد الله بن عمر، وقد طلق امرأته وهي حائض، وعمر بن الخطاب استفتى له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها، والرجعة من الزوج لزوجته لا تكون إلا بعد طلاق. معنى ذلك أن النبي اعتد بطلقة عبد الله بن عمر لزوجته مع كونها حائضا. حتى ورد في بعض الروايات أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: واحتسبت علي تطليقة. احتسبت، من الذي احتسبها؟ من الذي استفتاه عمر؟ عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر يقول: احتسبت أو حسبت علي تطليقة. معنى ذلك أن النبي اعتد بطلقة عبد الله بن عمر لزوجته وهي حائض، لكن نقول مع الإثم للمطلق لأنه خالف السنة في التطليق. إذن الطلقة الثانية يا أختنا أم عبد الله هي الأخرى، وقعت واحتسبت. بقيت الطلقة الثالثة التي قال فيها الزوج لزوجته: تحرمي علي دنيا وآخرة كما يقولون. هذا اللفظ من كنايات ألفاظ التطليق وليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق. ففي هذه الحالة إذا كان اللفظ غير صريح، يعني من ألفاظ الكناية، هنستبين نية الزوج مع هذا اللفظ لنستكشف ماذا أراد الزوج من قوله تحرمي علي. لكن الآن الزوج ليس هو السائل وليس معنا على الهاتف، فأقول وبالله التوفيق: تحرمي علي قد يقصد بها الزوج تهديد زوجته وزجرها. ففي هذه الحالة إذا كان الزوج يقصد التهديد والزجر والوعيد للزوجة، ففي هذه الحالة لا يقع به الطلاق. إنما إن أوقعت المرأة اليمين لكونه علقه على شيء، ساعتها سنقول عليك التوبة والندم والاستغفار لأنك أردت الحلف فحلفت بغير الله عز وجل، ثم عليك كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. ده احتمال. احتمال آخر: ربما الزوج يقصد بقوله تحرمي علي يعني يحرم على نفسه جماع زوجته، وهذا يسمى في الشرع الإيلاء الذي ورد ذكره في سورة التوبة في سورة البقرة: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فالإيلاء هو أن يحلف الرجل أن يمنع نفسه من جماع زوجته. فإن كان الزوج يقصد هذا المعنى، نقول أمهلك الشرع مدة قصوى أقصاها 4 أشهر، عليك قبل نفاذ هذه المدة، قبل مرور هذه المدة، أن تعود إلى الله عز وجل وأن تعود إلى معاشرة زوجتك، وفي هذه الحالة سيكون عليك أيضا كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولا شك أن متابعة الرجل زوجته ومعاشرتها لأنها حلاله هو الخير، والامتناع عنها هو الإضرار بها وهو الشر وهو المعصية. ففي هذا الحال إذا كان الزوج يقصد هذا المعنى، نقول ارجع إلى معاشرة الزوجة وعليك كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. احتمال ثالث: ربما معنا اتصال ولا شيء. طيب أنا آسف أختنا سناء، أنا آسف جدا. السلام عليكم. لا ولي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وتقبل منك ورحم والدك ورزقها الفردوس الأعلى والموحدين يا رب. آمين. وكمان الأستاذ أحمد مبارك، الأستاذ أحمد زواج ابنته. بارك الله فيك يا أختي. عندي سؤالين. السؤال الأول: أيهما أشد حرمة، الصور الفوتوغرافية أم الصورة التي تتحرك على شاشات التلفزيون بشحمها ودمها وروحها حتى بعد موت صاحبها؟ أنا عارفة أن الضرورات تبيح المحظورات للنفع العام، هل هذا في كل الأمور المنهي عنها إذا لزم النفع العام؟ ده السؤال الأول. طيب السؤال الثاني: هل العقيدة الراسخة المتينة للمسلم هي بمثابة الدرع الواسي والرقيدة لأعتى الفتن والشبهات؟ هل الأولى بالمسلم البسيط السؤال عن الطاعات بدلا من البحث
عن الشبهات وإن جاءته رغما عنه فسؤال أهل الذكر واليقين بأن ما جاءه في الحديث صلى الله عليه وسلم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا أختنا الحجة سناء أكرمك الله. إذا كان الزوج، طيب ناخد أختنا أم محمد. أم محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ أنا عايز أسأل حضرتك سؤال تفيدني فيه. خير يا رب. أنا زوجي، أنا متجوزة من 16 سنة ومعايا من زوجي بنتي ومعايا ابني، بس هو بقاله فترة يعني بيتعرف على ستات وبنات وبيتكلمهم على الشات معاه في الشغل وبرا الشغل، في كلام ما يرضيش ربنا، يعني كلام ما يصحش أنه يقوله إلى لمراته. نعم. وواجهته بالموضوع ده مرة واثنين وثلاثة ويعتذر ويرجع تاني ويعتذر ويرجع تاني. أنا خايفة إن ربنا يعاقبه مع إنه بيصلي الفروض كلها وبيأدي فرائض ربنا كلها. نعم. بس أنا خايفة من حاجة إن ربنا يعاقبه لأن أنا نصحته مرة واثنين وثلاثة، وخايفة إن ربنا يعاقبه في بنته لأن كما تدين تدان. أنا عايزة أسأل في الموضوع دوت، هل بنتي ممكن تتاخد بذنب أبوها عند ربنا؟ والسؤال الثاني، أنا أعمل معاه إيه؟ حاضر. اعمل كل شويه اعمل معاه مشكله ولا خلاص ارميه من دماغي وعقابه عند ربنا؟ حاضر، بارك الله فيك يا ام محمد. السلام عليكم. الحجه عائشه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ عبيد؟ يا اهلا مرحبتين. الله يخليك يا رب البقاء لله. الله يكرمك يا حجه، صدقتي. حضرتك انا عندي سؤالين. حضرتك السؤال الاولاني، انا ولادي بيسمع على الكمبيوتر اغاني دينيه فيها موسيقى، حلال ولا حرام؟ والسؤال الثاني حضرتك، شهادات الاستثمار، اشتري شهادات استثمار حلال ولا حرام؟ شهادات، انا عايزه اشوف شهادات الاستثمار. ايوه، عايزه اشوف دي هل حرام ولا حلال. حاضر، هفيدني افادك الله. وحضرتك انا شفت رؤيه للشيخ اسحاق الشويني، يا ريت يا شيخ شعبان تبلغي له ان انا لما صلى سيدنا محمد كان قاعد مع سيدنا ابراهيم في الجنه وحواليه اطفال، وبعدين بقول لهم مين دوت مين دوت، قالوا لي الشيخ اسحاق الشويني، ببص عليه قلت له ايوه الشيخ اسحاق الشويني. الله يبارك يا شيخ سعدين، الله يبارك فيكم يا رب. الله يبارك فيكم يا رب وفعلكم يا رب. حاضر، ساحملها اليه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك يا حاجه عائشه، بارك الله فيكي. أخونا أبو جعفر، السلام عليكم. أخو أم جعفر، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. لو سمحت أنا كنت عاوز أسأل سؤال بخصوص، عندي بنتي في كلية طب في سنة أولى. أيوة، بنتي معاكي. كانت في سنة أولى طب، واللي قالوا لها لازم تشتري، نعم، قالوا لها لازم تشتري عظم علشان تدرس عليه وكده. العظم اللي هي جابته دون كان بقاله يمكن يجي 20 سنة بيتداول بين الطلبة، كل يعني طالب بياخده وبعد كده بيرجعوا يبيعوه هكذا. انا بنتي دلوقتي خلصت، والعظم ده اصلا عندنا واحنا مش عارفين نعمل فيه ايه، ومش عاوزين نبيعه ولا نديه لحد تاني، ومستحرمين ومش عارفين نعمل فيه ايه، واحنا اصلا ما كناش عاوزين نشتريه، بس هو الدكاترة غصبوا عليها ان هي لازم تشتريه، وبيتباع في القصر العيني، وهو اساسا معروف متداول بين الطلبة كده. حاضر. فاحنا مش عارفين دلوقتي نعمل فيه ايه. هو دلوقتي عندكم ندفنه ولا نعمل فيه ايه؟ هو دلوقتي عندكم؟ هو موجود عندنا. طيب، حاضر حاضر يا ام جعفر. اعود الى اسئلة الاخوة والاخوات المتصلين والمتصلات. أختنا سعاد، بارك الله فيها، تقول حمتها عندها 5 قراريط. والسؤال ما اكتملش معانا، لكن اللي استشفيته من السؤال، الأم صاحبة القراريط الخمسة عندها 4 صبيان وعندها بنات، كتبت لكل ولد من الصبيان قيراط وربع، يعني معنى ذلك كتبت التركة كلها للصبيان دون الإناث. بالطبع هذا من أكبر المنكرات التي يرتكبها بعض الناس، هدانا وهداهم الله وأصلح أحوالنا وأحوالهم، ومساكين حجتهم في ذلك إنه فلوسنا ما تطلعش برا، أرضنا ما تروحش لحد غريب. الغريب ده اللي هو مين؟ زوج ابنتها، زوج البنت غريب مش من العيلة.
فلا يريد لطينهم ولا لأرضهم ولا لأموالهم أن تذهب إلى هذا الغريب اللي هو زوج البنت، وبالتالي يعاقب البنت فيحرموها من الميراث الذي شرعه الله عز وجل. الميراث كله أحكام مفصلة من الله عز وجل بآيات وأحاديث قطعية ثبوت وقطعية دلالة، لا يجوز لمسلم أن يتعدى هذه الحدود أبدا، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فالله حكم في أموالنا وهي الإرث بعد الوفاء، حكم فيها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فجعل للذكر حظا منها وجعل للبنت حظا منها، فلا يجوز أن نعطي أحدا دون أحد، لأن هذا هو الظلم بعينه، وهذا هو التعدي على شريعة الله، وهذا ظلم كبير للنفس يستلزم منا أن نتوب إلى الله عز وجل. لذلك أنا أناشد هذه الأم صاحبة الأرض والقراريط، بارك الله فيها وغفر الله لنا ولها، أنت الآن ما زلت على قيد الحياة، كتابتك هذه الوصية لأبنائك وهم ورثة أصلا باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، وأبناؤك ورثتك أصحاب فروض في التركة، فلا يجوز أن تكتبي لهم وصية، فضلا عن أن تكون الوصية تعطي الذكور ولا تعطي الإناث. توبي إلى الله عز وجل واسترجعي هذه الأوراق التي كتبتيها، واتركي الأرض يقسمها الله عز وجل بعد مماتك، هذا خير لك في دينك، وخير لك حتى الآن في دنياك، وخير لك لأبنائك أيضا، لأن حرمان بعض الورثة من الميراث سيورث الكل ضغينة فيما بينهم، وستسوء علاقتهم فيما بينهم، وهذا أصلا لا يرضيك، وستتحملي أنت مسؤوليته أمام الله عز وجل. فالتوبة تستلزم أن تسترد هذه الوصايا والأوراق المكتوبة، وأن تترك التركة يقسمها الله عز وجل بعد الممات، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. يا أختنا أم محمد، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. أنا بعت الشيخ شعبان. نعم تفضلي. وعاوزة الدعاء لابني المتوفي، وعاوزة أسأل على مرواح المقام. أروح عشان القعدني، بروحش إن أنا عشان كده، عاوزة أعرف المسكن حلال ولا حرام. حاضر. حاضر يا أم محمد. أختنا أمة الله السلام عليكم. أختنا أمة الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا بنتي. لو سمحت يا شيخ، لماذا سميت الفواتق الخمسة بهذا الاسم؟ وهل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم؟ وسؤال تاني، حكم لبس الملابس المرسومة عليها، ولو كان في دليل أنها تمتهن من السنة، لو سمحت يعني تفضل به يعني. عليها صور يعني؟ ألو؟ عليها صور؟ ألو؟ اللي عليها صور ذوات الأرواح يعني. طيب طيب. ماشي. حاضر يا بنتي. طيب. أختنا الحجة سناء بارك الله فيها، وهي يعني عادة ما تتصل على البرنامج، بتسأل: أيهما أشد حرمة، الصور الفوتوغرافية أم الصورة الحية التي تنقل على الهواء، يعني صورة التلفاز، أيهما أشد حرمة؟ لا شك إنه الصور الفوتوغرافية التي لا حاجة للإنسان فيها هي الصورة المعنية في قول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وهي المعنية أيضا في قول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، المصورون، يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، يعني ما صورتم. أما صورة التلفاز فهي ليست صورة، يعني أنت الآن على التلفاز إذا رأيت الجالس أمامك على التلفاز لا تقول هذه صورة الشيخ فلان،
إنما هذا هو الشيخ فلان بلحمه ودمه وحركته وسكنته وكلامه وصمته وغير ذلك. إنما إذا رأيتيه مطبوعا على صورة ورقية فهذه لا شك أنا وأنت نقول هذه صورة الشيخ فلان أو الدكتور فلان. فالصورة المطبوعة على الورق سواء رسمت باليد وهي الأسوأ أو كانت حبس ظل الآلة اللي هي بنسميه الفوتوغرافي، هذه أقرب إلى المعنى المراد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما صورة التلفاز فهي صورة لا تطلق عليها اسم الصورة أصلا، إنما هي نقل الصورة الأصلية كما هي بحركتها وسكنتها وشحمها ولحمها وكلامها وصمتها. ولذلك الصورة المطبوعة ما لم يكن لنا فيها حاجة، كأن تكون صورة محتاجينها في صورة البطاقة أو صورة جواز السفر أو صورة الرخصة القيادة أو صورة الفيش والتشبيه أو صور المجرمين المطاردين المطلوبين أو غير ذلك من الصور، فما سوى ذلك مما لا حاجة لنا فيه لا يجوز، لأنه قد ورد فيها وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا وفاء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل يا حجة. احنا ست بنات ووالدتي توفت، وكان قبل ما توفى كانت تبقى لنا بيت باسمنا، وكان عندها اخ واخت شقة وفي اخوات غير اشقاء تانيين يعني من الاب. نعم. فالاخ يعني اثناء حياتهم احنا كنا بنديلهم على اساس ان احنا بنات بس نديلهم حقهم عادي، بس هما توفوا الاثنين دلوقتي، بس الاخ عنده بنتين والاخت عندها صبيان وبنات. اي نعم. بس هي في اثناء حياتها كانت بتتصرف في البيت، هي اللي بتتصرف فيه مش احنا، بس هي كتبته على اساس ان هي يعني تتوفى يبقى لينا احنا. اي نعم. بس انا خايفه عشان قلت يعني كده يكون حرام يعني. طيب الاخ المتوفى عنده بنات بس؟ ها عنده بنتين. والاخت الثانيه؟ والاخت المتوفيه عندها صبيان وبنات. صبيان وبنات. طيب تابعين ان شاء الله من التلفزيون. اتفضلي. هو الايراد بسيط جدا بس انا مستحرمه. طيب بارك الله فيك. حاضر تابعيني بس من التلفزيون. شكرا ربنا يبارك لك. ارجع لأسئلة الحجة سناء. السؤال الثاني كان بتسأل بتنصحنا وتذكر ان العقيدة يعني عقيدة المسلم عقيدة التوحيد هي الدرع الواقي للمسلم من الشبهات، هذا شيء صحيح. وبتسأل عن الرجل العامي، هل يعني الرجل العامي ينشغل بدقائق مسائل العقيدة ولا ينشغل بالسؤال عن الطاعات ولا ينشغل بالسؤال عن الشبهات؟ الصواب أن ينشغل الرجل العامي العادي بتعلم أصول الاعتقاد، أصول العقيدة، المسائل الأصلية الأصولية في العقيدة، العقيدة في الله عز وجل، العقيدة في الكتب المنزلة، العقيدة في الرسل، العقيدة في الملائكة، العقيدة في اليوم الآخر، العقيدة في القدر، أصول مسائل الاعتقاد المسلم لابد أن يتعلمها. أما دقائق مسائل الاعتقاد وتفاصيلها فلا تلزم الرجل العامي أن يتعلمها، خير له حينئذ أن يتعلم الطاعات خاصة الفرائض، يعني يسأل عن صلاته وما يتعلق بها، يسأل عن صيامه وما يتعلق به، يسأل عن زكاته إن كان صاحب مال تؤدى عنه الزكاة، يسأل عن حجه وعمرته إن كان عنده استطاعة للحج والعمرة. ولا ينشغل المسلم العامي بالشبهات، فإن الشبهات حارقة، إنما ينشغل بهذه الشبهات بحثا ودراسة وتفنيدا طلبة العلم والدعاة والشيوخ، والله عز وجل المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخد أم جنى. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقال الله شيخ. الله يكرمك يا بنت صدقتي. الله يخليك. بقول لحضرتك انا عندي سؤالين. نعمين. اول سؤال، جوز امي توفى من كام يوم كده
وبعد كده عايز اعرف المدة اللي هتقعدها، يعني قاعدة في اوضة صغيرة قوي، فينفع تيجي عندي؟ انا بنتها يعني، حاضر. وعايز اعرف المدة. تاني سؤال، هي كانت محوشة من المعاش 3000 جنيه، كويس. وهم نعم كويس، وهو ليه اولاد، ليه اولاد يعني، اتجوز كام مرة كده وليه اولاد. نعم. فكنت عايز اعرف يعني، مش عايزة تقول لهم عشان هي بتديهم يعني من نفسها. كانت المعاش قل طبعا لما مات، وعايزة تعينهم. ايوه، فانا بسأل لها يعني. طيب طيب ماشي ماشي، شكرا. ماشي يا ام جانا. ام محمد، يسر الله. طيب ناخد اختنا سعاد. انا حياتي كده بتخمس عليك للصبيان، وهتدي كل بنت 15000، فهم دي هيبقوا مصدقين. فانا هيبقى ايه؟ على فكره حماتي قاعده دلوقتي قدام التلفزيون وعايزه تسمع من حضرتك كلمه لانها ما سمعتهاش. الله يكرمك يا سعاد. انت هي هتدي للصبيان الارض وهتدي البنات فلوس تعويضا يعني، وهم مرتضيين؟ كل بنت 15000 وهم مرتضيين؟ هم قاعدين بقى في فتره الصعيد دلوقتي، هم مش مرتضيين لان المبلغ هيكون قليل لان الارض مباني. طيب طيب، حاضر يا اختنا سعاد، بارك الله فيكي. بالله عليك اديها كلمه اللي هي اخد حضرتك في الوقت قدام التلفزيون. حاضر، بارك الله فيكي. احنا قلنا للاخت صاحبه الارض اللي هي الام بارك الله فيها، انه الميراث يا اخوه ويا اخوات مش شغلتنا ان نقسمه، انما قسم الله عز وجل في القران وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه هو الذي قسم الميراث. فالمسلم والمسلمة إذا أراد أن يبرئ ذمته أمام الله عز وجل فعليه أن يموت ويلقى الله عز وجل وهو عنه راض، ولا يكون ظالما أو متعديا أو مبدلا لأحكام الله عز وجل. يعني إيه مبدل لأحكام الله؟ يعني يعطي الإناث ولا يعطي الذكور، أو يعطي الذكور ولا يعطي الإناث. طب أنت أعطيتي الذكور إيراث ربع، كل ولد إيراث ربع، ماشي. طب والبنات فين حق البنات؟ ما هو البنات دول أشقاء للذكور، والله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فالواجب عليك إذا أردت القسمة العادلة حسب شرع الله عز وجل عشان تبرئي ذمتك أنت أمام الله، هم يتمتعوا بالأرض ويتمتعوا بالفلوس، وأنت هتلقى الله عز وجل وهو عليك غير راض لأنك بدلت حكم ربنا تبارك وتعالى. انت ايه اللي عليك انك تتعبي نفسك امام الله عز وجل لما يسألك ليه اعطيت الصبيان وما اعطيتيش البنات؟ هتقولوا له يا ربي اصل البنات متجوزة بره، وكده ارضنا وفلوسنا هتروح للغريب. طب ما ارضك وفلوسك راحت للغريبة، انت واخدة بالك من الغريب زوج البنت، ومش واخدة بالك من الغريبة زوجة الابن. خدت بالك ولا ما خدتيش؟ ما هو الابن متجوز من بره وانت اديتيله الايراث ربع، ما هو راح بقى اهو للغريب اهو، وما اديتيش البنت عشان الغريب اللي هو زوجها. ده زوج البنت ده ابنك، زوج البنت من يوم عقد على ابنتك وهو بالنسبة لك محرم الى يوم القيامة، انت صرت اما له، فده زي ابنك بالظبط، مش غريب ولا بتاع. فانت كما تعطي الذكور تعطي الاناث حقهن، والله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين. انت برضو عايزة تراضي الصبيان شوية، لما هو ربنا رضاهم اصلا، ادى الولد 2 وادى البنت 1، يعني ادى البنت نص حق الولد. فانت ايه اللي عليك انك تبدلي وتغيري حكم الله عز وجل؟ غلط وحرام، وسيسألك الله عز وجل. هتقولي ما انا هراضي البنات كل واحدة بقرشين، ما هو يا ريت القرشين دول يكافئوا حقها. عارفة لو القرشين دول يكافئوا حقها كنا نقول لك ما فيش مشكلة، يعني 15000 وهي يعني كانت هتاخد ايه من الارض؟ يعني 15 ولا 16، هنقول البنات مش مشكلة الالف اللي ناقص ده. لكن لما يكون الترضية دون حقهن بكثير، لا توفي البنت لا نص حقها ولا تلت حقها، يبقى في الحالة دي انت ظلمت البنت برضو، ما رضتهاش ولا حاجة. فلا يجوز لك أيتها الأم بارك الله فيك أن تقتحمي بنفسك إلى النار بهذه الجرأة. سيبي الميراث وكلي الأمر إلى الله عز وجل، والله تولى قسمته بعد الممات وأعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. حتى اللي انت كتبتيه للصبيان ده إن كان على سبيل الوصية فدي وصية باطلة،
لان هم اصحاب حق واصحاب فروض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. فاللي انت عملتيه ده غلط، اعيدي القسمة حسب شرع الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين، او راضي البنات بما يكافئ حقهن. لو حقها 30,000 اديها 30,000 اذا كان انت حضرتك مصرة على ان كل ولد ياخد الارض نفسها ايراته ربع ما ينقصوش سهم واحد. ادي الولاد ايراته ربع ما ينقصوش سهم، لكن شوفي كان حق البنت قد ايه، 30,000 اديها كل واحدة 30، حقهم 50,000 اديهم كل واحدة 50,000. اما انك تعطيهم مبلغ على سبيل الترضية وهو اقل من حقهم وهم لا يرضون بذلك، فسيكونون خصمائك عند الله يوم القيامة ما لم يسامحوك قبل مماتهم. فاتق الله يا أختنا الفاضلة بارك الله فيك، أنت في غنى عن هذا النكد كله، عن هذه المشاكل كلها. أعطي كل ذي حق حقه، أو اترك القسمة لله عز وجل، الولاد والبنات يقسموا حسب شرع الله بعد موته بعد الممات. وخلي بالك انت ما بتصلحيش بين الولاد والبنات، ده من دلوقتي زعلانين، امال بعد الممات هيعملوا ايه؟ ما دام البنت حاسه ان هي هضم حقها مش هترضى ولا هتسامح ولا هتكون العلاقه سويه ولا مستقيمه. بارك الله فيك وتاب الله علينا وعليك. اختنا ام محمد، السلام عليكم ام محمد. مرحبا. تفضلي يا ام محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، لو سمحت يا شيخ، انا عايز اسال حضرتك على سؤال، اللي هي الارض الصحراويه اللي الناس بتوضع ايدها عليها، بس عايز التفصيل الله يخليك. وضع اليد يعني؟ اه اللي هي الارض الصحراء. طيب حاضر. ماشي. حاضر يا ام محمد. طيب معانا كان ام محمد قبل كده بارك الله فيها. طيب معانا اتصال اخر، مين؟ أمة الله، السلام عليكم. حاضر خلاص، أنا أعتبر ده آخر اتصال إن شاء الله عشان نقدر نجاوب. أمة الله السلام عليكم. انقطع الاتصال مع أمة الله. أم محمد متزوجة من 16 سنة وعندها ولد وبنت، ولكن الزوج للأسف الشديد جالس على الفيس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وجالس على الشات، وأخذته الفتنة فأصبح يتحدث مع الفتيات ويتحدث مع النساء. غفر الله عز وجل لنا وله، هذا هو الذي حذرنا منه كثيرا. المسلم لا يتعرض للفتن بهذه الصورة ولا يتعرض للشهوات بهذه الصورة. عندك الحلال الطيب في البيت، إذا أردت أن تتحدث تحدث إلى زوجتك، إذا أردت أن تمزح امزح مع زوجتك، إذا أردت أن تضاحك تضاحك مع زوجتك، إذا أردت أن ترقق قولك وأن تتكلم بالألفاظ العذبة الطيبة فهذه زوجتك، حلالك على كتاب الله وسنة رسوله. بأي حق تستبيح أن تتكلم مع بنات الناس؟ وبأي حق يستبيح الرجل منهم أن يتكلم مع نساء الآخرين، نساء الناس؟ هذه المرأة يمكن أن تكون متزوجة وأنت تفتنها في دينها وتوقع بينها وبين زوجها. هذه البنت كابنتك، ابنتك في المستقبل ستكون آنسة وشابة، أما تخشى أن يكون الجزاء من جنس العمل؟ أما تخشى أخي الكريم غفر الله لنا ولك أن يستوفى منك من أحد من بناتك؟ نسأل الله عز وجل أن يستر أعراضنا وأعراض المسلمين. فهذا بالطبع لا يجوز، لأنه نوع من الخلوة يقال فيه ما يقال ويذكر فيه ما يذكر، حتى ما يكون بين الرجل وزوجته. هذا من الحرام البين الذي ينبغي للمسلم أن يتقيه وأن يتوب عاجلا إلى الله عز وجل، وإلا أما يخشى الواحد منهم أن يقبض أن يموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقبض على هذه الحال، يعني يقبض هو على الشات عمال يتحدث إلى هذه المرأة ولا إلى هذه الفتاة. وعندك امرأة صالحة وعظتك ونصحتك بما فيه الكفاية، فاتق الله وانتفع بالتذكرة، اتق الله وانتفع بالنصيحة. فإن الله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا أناشد فيك إيمانك ودينك وخلقك أن تنتفع بهذه التذكرة. أما أنت بارك الله فيك يا أم محمد،
فعليك ألا تملي التذكرة والنصيحة بين الحين والحين، لا تكسري عليه في الليل والنهار، إنما نصحيه بين الحين والحين، ولا تنسي أن تجتهد له في الدعاء وأنت في صلواتك وخلواتك أن يحفظه ويقيه الله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم ثالثا أحسن التبعل لهذا الزوج، فإن الكوب إذا كان منتقص الماء أراد أن يزداد من ماء غيره، يعني الكوب الناقص ماء يقبل ماء آخر، لكن الكوب إذا كان ممتلئا بالماء لا يحتاج إلى ماء جديد. أحسني التبعل إلى هذا الزوج، احتوي هذا الزوج، أعطيه كل ما يريد، خلي العفة هدف أساسي لك، أنت من تعفيه عن الحديث إلى الأخريات وعن التصنت على الأخريات وعن النظر إلى الأخريات وعن 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 وعن. بارك الله فيك، ولا تنس أن تجتهد في الدعاء. أما أن يكون الوفاء والجزاء من ابنتك فأسأل الله عز وجل ألا يكون كذلك ما دمت ولله الحمد تبغضي هذا وتنكري وتجاهديه، ولا تزر إن شاء الله وازرة وزر أخرى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الحجة عائشة، بارك الله فيك يا حجة عائشة وغفر الله لنا ولك، الأولاد بيستمعوا إلى أغاني دينية تصاحبها الموسيقى. يا حجة عائشة إحنا ما عندناش حاجة اسمها أغاني دينية تصاحبها موسيقى، لأن الموسيقى محرمة عند جماهير أهل العلم، ولا يمكن أن تسمى الأناشيد التي معها الموسيقى أناشيد دينية، إنما عندنا إنشاد ديني كالشعر اللطيف الطيب الذي كان يحب النبي أن يستمع إليه أحيانا، كشعر حسان بن ثابت وغيره وعبد الله بن رواحة وغيره، وكما أشعر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء الصحابة لما عدنا من عرس عند الأنصار، إن الأنصار يعجبهم الله، يعني هل قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت ذراريكم إلى آخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشعر حكمة، فإحنا عندنا إنشاد يمكن أن يوصف بالإنشاد الديني الذي فيه تذكير بالعقيدة وتعليم بها وتذكير بالأخلاق ومكارم الأخلاق، أو فخر بجهاد الأمة وغزوات الأمة وانتصارات الأمة وبطولات الأمة. أما أن يصاحب هذا الإنشاد الموسيقى ففي هذه الحالة سيكون هذا من باب المحرم لغيره، فلا يجوز لأحد أن يستمع إلى هذا الإنشاد أو إلى هذه الأغاني ما دامت تصاحبها الموسيقى، والله عز وجل أعلى وأعلم. شهادات الاستثمار، الحجة عائشة بتسأل عن شهادات الاستثمار، حلال ولا حرام؟ شهادات الاستثمار المعمول بها في بلادنا بأنواعها الثلاثة ألف وبه وجيم لا تخرج عن كونها قرضا بفائدة شأنها شأن ودائع البنوك سواء بسواء، وبالتالي فعل المسلم أن يبرئ ذمته من هذه الشهادات، ولا يجوز له الاشتغال بها ولا الانتفاع بها ولا شراءها ولا 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 شيء من هذا القبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فأقل درجاتها أنها موضع شبهات وليس شبهة واحدة، والمسلم إذا أراد أن يستبرئ لدينه اتقى الشبهات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والله أعلم. أما طبعا الرؤية فإن شاء الله عز وجل سأحملها إلى فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله عز وجل إن شاء الله عما قريب. أختنا أم جعفر، البنت في طب، يعني في كلية الطب، وعندها العظام التي يعني يجرون عليها التجارب الطبية والعلمية كوسيلة من وسائل التعليم، والعظام موجودة وهي عظام آدميين، فماذا نفعل فيها الآن، نبيعها أم كيف نتصرف؟ أقول لأختنا أم جعفر إن أحسنتم فلا تبيعوا هذه العظام، إنما عليكم أن تحفظوا حرمة هذه العظام وادفنوها، ف
فإنها عظام أحياء، عظام أموات لهم حرمة، والمسلم حرمته دائمة، حرمته في الدنيا وحرمته بعد الموت حرمة دائمة. فعليكم يا أم جعفر أن تحتسبوا ثمنها عند الله عز وجل، وأن تقوموا بدفنها حفظا لحرمة الأموات، والله عز وجل أعلى وأعلم. أم محمد بارك الله فيك يا أم محمد، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لميتك وأن يسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين، وأن يلهمك الصبر والسلوان والرضا والاحتساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما زيارة القبور للنساء فقد منع منها الحنابلة، وأجازها جمهور الفقهاء مالك والشافعي والإمام أبو حنيفة، ومعهم الدليل، بل معهم أكثر من دليل، فقد مر النبي كما في حديث أنس على امرأة تبكي ابنا لها عند قبره، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. قالت: دعك عني فإنك لا تعرف مصابي. ثم أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته في بيته قالت: والله لم أكن أعرفك. قال: إن الصبر عند الصدمة الأولى. ووجه الاستشهاد من الحديث أنه نهاها عن النحيب عند القبر، ولم ينهاها عن التواجد أصلا عند القبر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجال والنساء عموما: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن زيارة النساء للمقابر مشروطة بشروط. الشرط الأول إذن ولي الأمر، يعني الزوج ولا الابن الأكبر ولا الأخ الأكبر نستأذنه، يبقى عارف أن الزوج المرأة رايحة إلى المقابر. الشرط الثاني أن تكون المرأة بكامل حجابها الشرعي. الشرط الثالث أن تكون الزيارة بقدر يسير، بمقدار ما نقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وندعو بما تيسر من الدعوات، ثم ننقلب منصرفين إلى بيوتنا، لا نجلس ولا نبيت ولا نصطحب الأكل والشرب وإلى آخره، هذا لا يجوز. الشرط الرابع أيضا ألا نقول عند المقابر إلا خيرا، ما ينفعش نلطم الخدود عند المقابر، ما ينفعش الصياح والصراخ عند المقابر، ما ينفعش التكلم بألفاظ الجاهلية عند المقابر. إذا تحققت هذه الشروط الأربعة فلا بأس أن تزوري المقابر يا أم محمد. أختنا أمة الله، أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، هل هذا جائز أم لا؟ أجاز ذلك جمهور الفقهاء خلافا للحنفية أو للأحناف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وليست الأجرة هنا على القرآن ذاته، إنما الأجرة على حبس الوقت والجهد من الشيخ لتعليم هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطلبة أو الطالبات القرآن الكريم. الملابس التي عليها صور يجوز استعمالها ولا لا؟ إن كانت هذه الصور لصور ذوات الأرواح من الآدميين أو المواشي أو الوحوش أو الطيور أو غير ذلك، فصور ذوات الأرواح منهي عنها، خاصة أن هذه الملابس ربما يصلي فيها الإنسان المسلم أو المسلمة. وقد ذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى كراهة الصلاة في الثياب التي عليها صور، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إلى الستر والقرام الذي جعلته عائشة لتزين به غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لما انصرف النبي من صلاة قال أميطي عني قرامك هذا، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. قالت عائشة رضي الله عنها: فقطعناها وجعلناها وسادة أو وسادتين، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاه. أختنا الأخت الحجة وفاء بارك الله فيها، طيب حاضر، هم ست بنات كتبت البيت باسمهم، وبعدين هناك أخ شقيق وأخت شقيقة، صحيح توفي الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، لكن لهم بنات للأخ الشقيق والذكور وإناث للأخت الشقيقة. الفعل في حد ذاتها يا حجة وفاء من الوالدة غفر الله لنا ولها خطأ من البداية،
ان هي تكتب لكم الوصية بالبيت كله، قصدها في ذلك الا يأخذ الاخ الشقيق او الاخت الشقيقة حقوقهم التي شرعها الله عز وجل. فهذا خطأ محض، والوصية في هذه الحالة لكم وانتم بناتها ورثة وصية لا تجوز في هذه الحالة. يعني الوصية حرام، لأن النبي قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، عليكم تبرئة لذمتكم أمام الله عز وجل. أنتوا ست بنات حقكم الشرعي تلتين البيت، وأما الثلث الباقي فللأخ الشقيق وللأخت الشقيقة، وينوب عنهم الآن أبناؤهم وبناتهم، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله لكم اتصالاتكم وتفاعلاتكم معنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين، والشكر موصول بالطبع لفريق العمل. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى نلقاكم أيها الأحبة الكرام في برنامج أهل الذكر في حلقة جديدة، لكم مني أفضل تحية مع خالص التحيات لأخينا الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. Yes.